طبيعتها ما شاء الله يا والسيد الوالي وكل يعني مساعدين جلال نشكرهم نشكرهم على العمل العمل الجبار اللي قاموا به واللي انقذ ارواح كانوا متواجدين في الساعات الاولى والحمد لله جبت نتيجه واليوم حنا رانا ان شاء الله باش نزيدوا نكملوا ونواصلوا حتى نكون في المستقبل في اقرب الاجال رانا اسبوع قال ان شاء الله صحيح بارك الله فيك صحيح طمأنينة طمأنينة بارك الله فيك ملك أي منا يعفسوها يا حي ما تنظموا ما والو كيفاش تهضروا معاهم يا ولدي قول لي كيفاش تهضروا معاهم محمليه وخلاص كما راكم تشوفوا وزير الداخليه جمعت محليه وزير التضامن ما قدرناش نخدموا أبا بصفة رمزية ما يعني كتبه الله له لهم طبيعي في مثل الأمور التآزر وشيء اللي احنا نعرفه اللي الناس غير ممكن أبدا باش تعوض إنما هذا ما أنجز من قبله كما عاهدناه في مثل هذه اللحظات اليوم جينا لهنا مساء اليوم نكونوا مشرف بقال ما حتى نزور عائلة أبو حلة اللي فقدت ابنتها أبو هبة اللي هي تعتبر طير من طيور الجنة ونتمنى إن شاء الله الزوج يرحمهم الله رب العالمين ووالديهم يصبروا وراهم يلقاوهم ان شاء الله في الجنه. اذا احنا جينا لهنا بهذه من ناحيه وجينا باش نشوفوا مدى الخسائر التي لحقت اذا بهذه المنطقه في بلديتها في عدد من بلديتها في دوائرها الخمس تضررت لماذا؟ لانها كانت امطار جد غزيره كما لم يسبق لنا ان سجلناها. بطبيعه الحال ان هذه الامطار تكون تسبب في خسائر نظرا لحجمها. والخسائر مهما كانت ممكن كانت تكون اكثر ضرر لولا التدخل نتاع مصالح الدوله والسيد والوالي مع كل يعني اللي معاه حرصوا في الساعات الاولى باش يكونوا حاضرين وباش يعملوا لانقاذ مواطنينا لابعادهم عن الاخطار المحدقه بهم ولكذلك يعني حطهم في مامن والان مهدي. الان ونحن وصلنا الحمد لله الامور ستيب رانا 80% يعني من الاوضاع مازال بعض الاشغال هنا وهناك كما هو الحل هنا بالنسبه للقنوات هذه تاع المياه وتاع صرف المياه في هذا الرومبلي هذا احنا كل اللي كنا لهنا وقال لك بلي رانا فوق الرومبلي الناس كانوا يبنيو بصفه عشوائيه كما قالنا المواطن لانه السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي كان في اثناء الظروف الصعبه العشريه السوداء كان الناس يتنقلوا من ولايه مجاوره ومن غرب الولايه كلهم جاوا لهنا اذا كانت فيه عمران غير المنظم وكان فيه يعني كثافه تاع السكان والناس المهم يلقى بلاصه وين يبني ما عرفش يعني يروح واد ولا لان الوديه ثلاثه كلها كانت مبنيه انا نقولوا الحمد لله ما فيش خسائر بشريه ما عدا الطفل رحمه الله. اذا احنا اليوم وصلنا للوضع هذا الامطار يبدو انها توقفت نوعا ما حتى كي تجي من الغرب تجيب الغزاره اللي كانت عليها دونك احنا ملزمون وفي ظرف اسبوع هذا هو الحرص تاع السيد رئيس الجمهوريه والتعليمات تاعو باش الاوضاع ترجع كما كانت عليه في السابق. كل الوسائل تاع الدوله ستخصص لتطبيع الامور. السيد رئيس الجمهوريه كذلك خصص 10000 مليار دينار يعني 1000 مليار
فقط لتوظيفها لتطبيع الامور ولازاله اذن لازاله المظاهر السلبيه اللي رانا نعيشوها. كل مواطن اللي البيت تاعو تتهدم راه مسجل وسيعاد اسكانه في 48 ساعه 48 ساعه. والحمد لله السلطات الولائيه راهي تقوم على يعني قدم وساق باحصاء المعروفين باحصاء كل هذه العائلات وباحصاء الاضرار الملحقه في بنايه واخرى. احنا بدايه نروحوا الى الناس اللي البنايه تاعهم سقطت تماما، هذا سيعاد اسكانهم. اليوم راهم في ظروف الحمد لله مؤمنه هنا وهناك في ثلاثة أحياء تروسي راهم كل يعني متكفلين كما ينبغي. يسكنوا اللي عنده أثاث تاعو مثلا ضاع له الدولة تكفل به ثاني كذلك تشري له الأثاث. أنا كيما موالفين يديروا في الولايات الأخرى عندما نسجل مثاليه المصائب هذه طبيعة وهذا كيفية اللي يستعمل السيد رئيس الجمهورية، لأن المواطن عنده مهم ولازم يعيش يعني الأضرار والصعوبات لازم يعيشها. علينا نحن كدولة كمصلحة الدولة باش نقوموا بالعمل هذا نحو المواطنين، ولازم نطمئنهم باللي كل هذه الشيء هذا راهو على عاتق الدولة. السكنات تكون واجده مع السيد الوالي ان شاء الله من على يوم يومين على صحه قضيه فقط في ارضي لازم نوصلوا لهم غدوه ان شاء الله. ربما تما راهم يكتفوا يعني المجهود تاعهم غدوه يعاد اسكانهم. اخرين اللي مازالوا مضرين ربما السقف تاعهم ريتهم شيتي راهي الدوله تساعدهم بعد ما نقوموا بالاحصاء اللي لازم نقوموا به. احنا المهم المواطن يحس ان عنده دوله عنده مصالح يتكفلوا به وان ابدا ما نتخلاو عليه الى غايه ان شاء الله ان يتم تطبيع مثل هذه الامور هذه. والسيده الوزير ربما لها توظيف نعم تفضل. في الحقيقه منذ يعني الوهله الاولى وبمتابعه شخصيه من السيد الرئيس كانت تشكلت خليه الازمه لما فيها قطاع التضامن الوطني. خصصنا الخلايا الجواريه للتضامن التابعه للقطاع للتكفل النفسي والاجتماعي وكذلك الاعانات الاستعجاليه منذ اليوم الاول بالنسبه للمتضررين من يعني من هذا الامطار. طبعا احنا في متابعه شخصيه لهذه الاعانات الاستعجاليه الاعانات العينيه الى اخره وبالتنسيق طبعا مع السلطات الولائيه اللي تحرص درك على اعاده اسكان هذا العوائل الى غايه يعني اعاده اسكانهم اللي راح تكون في ظرف وجيز جدا كما كان يصرح زميلي. نحن على قدم وساق باش يعني نلبيو كل الاعانات الاستعجاليه اللي يحتاجها هذا العوائل. اذا نعاود نترحم على الطفلين اللي توفوا في قالما وكذلك في ولايه تيبازا. ان لله وانا اليه راجعون. شكرا. الميكرو اورون جاطيو صحه صديقي ديالي شو معاه شو معاه سجلو عطيني بعثي شو لوكا وقالي تاعي هذه في مدينة فوكا